حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت هيئة النزاهة إنها ضبطت متهمين اثنين متلبسين بتسلم ريشا من عدد من مراجعي المصرف الزراعي في بغداد. وأضافت الهيئة أن المتهمين تم ضبطهم بالريشا مقابل تسهيل معاملات وعقود زراعية. تم ضبط ريشا في مصرفي الزراعي والرشيد في ديالى، وعمليتين أيضا في المصرف الزراعي التعاوني بديالى لمنح قرض بمبلغ 70 مليون دينار إلى أحد العملاء. أعلنت وزارة النفط الحالية أن إيرادات شهر أيلول الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار. وذكرت إحصائية للوزارة أنه بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط سومو، فإن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96,445,421 برميلا. أما من حقول التأميم عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2,169,180 برميلا. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وفي إربيل. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة في بغداد 342,000 دينار عراقي للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي. سجل سعر الشراء 338,000 دينار للمثقال الواحد من عيار 21، وسجل المثقال الواحد من الذهب العراقي استقرارا عند 312,000 دينار من عيار 21. أعلن المجلس العالمي للذهب أن هناك إقبالا محدودا على شراء المعدن الأصفر. وقال المجلس إن شراء الذهب من المصارف المركزية تباطأ بشكل ملحوظ، مؤكدا أن 3 بنوك زادت من احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر، بينما لم يكن هناك بائعون بارزون بنفس المقياس في البيانات المتاحة. قفزت أسعار النفط أكثر من 3% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث تدرس أوبك بلس خفض الإنتاج بأكثر من 1,000,000 برميل يوميا في أكبر خفض لها منذ جائحة كورونا في محاولة لدعم السوق. هذا وانتعشت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3% إلى 87 دولارا و65 سنتا للبرميل بعد أن استقرت بنسبة 0.6% يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا بنسبة 3% عند 81 دولارا و88 سنتا للبرميل بعد خسائر الجلسة السابقة بنسبة فاقت 2%. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.